السلام عليكم طلاب الصف السادس الأساسي. درسنا اليوم في مادة القراءة العربية بعنوان عادات بيروتية. عادات بيروتية، ينتمي هذا النص إلى محور العادات والتقاليد. العادات هي مجموعة من أنواع السلوك من أفعال وحكم تناقلها الناس جيلا بعد جيل، واستمرت فترات طويلة حتى أصبحت تقليدا ونظاما داخليا لمجتمع معين. أما درسنا هذا فهو يتناول بعض هذه العادات في إحدى المناطق اللبنانية، ويصور تفاعل الناس معها، ومن هذه العادات الاستماع إلى الحكواتي والاحتفال بالنجاح والأعياد. عادات بيروتية، من زمن ليس ببعيد كانت سهرات الرجال في مقاهي بيروت البلدية تقضي بالاستماع، تقضي تفرض الاستماع الإصغاء، تقضي بالاستماع لقصص عنترة والزير وأبي زيد الهلالي وحكايات ألف ليلة وليلة. ولأن بيتنا كان قريبا جدا من مقهى المصيطبة، المصيطبة هي منطقة في بيروت ولا يفصل بينهما سوى الشارع، كنت أجلس على الشرفة وراء ستارة خشبية مخرمة أستمع للحكوات. الحكوات هو الراوي الذي يروي القصص، وهو يقرأ بصوت عال يتصنع فيه التأثر، يتصنع أي يتظاهر بالتصنع ليؤثر في المستمعين الذين يصغون إليه حابسي الأنفاس، صاغرين، صاغرين أي خاضعين. والآن سنستخرج من هذه الفقرة معاني الكلمات التالية: تقضي تفرض الاستماع الإصغاء، الحكوات هو الراوي الذي يروي القصص، يتصنع يتظاهر بالتصنع، صاغرين خاضعين. وأكثر ما يثيرني يدهشني في القارئ الحكواتي تمثيله مشاهد بطولية لعنترة، وهو يمتشق سيفه أي يحمل سيفه ويشيره، يضرب به رؤوس أعدائه ويصيح بهم صيحة قوية تنزل الرعب في قلوبهم، أي تنزل الخوف في قلوبهم، فيهب لصوته المستمعون ولا يهدؤون إلا بعد أن يهدأ الممثل الراوي ويضع السيف يرتاح إلى جانبه. والآن سنستخرج من هذه الفقرة معاني الكلمات التالية: يثيرني يدهشني، يمتشق سيفه أي يحمل سيفه ويشهره، الرعب الخوف. أفهم وأجيب صفحة 128. السؤال الأول: كيف كانت سهرات الرجال في بيروت وأين؟ نستخرج الإجابة من هذه الفقرة: كانت سهرات الرجال في بيروت تقضي بالاستماع لقصص عنترة والزير وأبي زيد الهلالي وحكايات ألف ليلة وليلة. أين؟ في مقاهي بيروت البلدية. السؤال الثاني: أين كانت تجلس الكاتبة لتستمع للحكوات؟ كانت تجلس على الشرفة وراء ستارة خشبية مخرمة. السؤال الثالث: ما المشهد الذي كان يثير الكاتبة؟ انظر عزيزي الطالب، نستوحي الإجابة من هذه الفقرة: كان يثيرها مشهد الحكواتي في تمثيله مشاهد بطولية لعنترة.